قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار. قام نبيك صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن القيم: فإذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. قول بديع معجز إحكامه وبيانه ولطائف الأسرار.